على التركيز واستحضار التفكير الذهني خلال الجولة الثانية. إذن سنتابع الجولة الثانية ونترقب ماذا ستسفر عنه. إذن الحكم بوليفا على بركة الله يعطي انطلاقة الجولة الثانية. الجولة الثانية كما قلت وأسلفت الذكر بأنه هدف يمكن أن يغير من مجرى المباراة. إذن كرة في وسط الميدان. كرة أمامية. جاريسي. مهدي خالص. أمامية. خطيرة المحاولة. أوي 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 على محاولة. محاولة من أخطر ما كان. محاولة الهدف. محاولة الهدف تضيع لفريق الفتح الرباطي. تسديدة إبراهيم البحري. هي الكرة على الطاير. سددت من الضوء. ولكن مرت جانبا من اللاعب يوسف أونجي هو اللي كان وراء التسديد. كتحاول الآن فابريسو أنداما. إذن هل ستكون هذه الجولة الثانية نسخة طبق الأصل من الجولة الأولى؟ نفس البداية كانت البداية السريعة لكن مع توالي الدقائق نزل إيقاع المباراة في الجولة الأولى. فابريسو أنداما. تعود الآن نبيل الولجي. كرة أمامية ولكن فقط لي التماس. إذا أول تغيير. أول تغيير سيقوم به المدرب جمال السلامي. خروج أسمانداو ودخول لاعب رقم 32 هو بدر بلح. إذن بدر بولحرود مكان أسمانداو. عقيد الآن. يوسف رابح. ضربة خطأ ضد اللاعب الأصبحي. الحكم كان قريب. سنتابع الآن عبد الكريم مرابط. كرة أمامية. عطوشي الأصبحي. ضربة خطأ. ماذا يقصد جمال سلامي من هذا التغيير؟ خروج تابعوا إبراهيم البحري كيف هي الكرة. التسديدة كانت قوية. لعب يوسف أونجي. إذن هذه كانت فرصة حقيقية للتسجيل. لو كانت في اتجاه القدر كانت صعيبة للحارس. عقيد أنه يتمكن من صد هذه المحاولة. إذن غادي نتابعوا الآن. سنتابع. كرة أمامية. هذه خالص. تعود الآن التماس.
الأمامية باتجاه إيفونا، وضربة مرمى الآن إيفونا لم يقدم أي قناعات في الخط الأمامي لفريق الوداد البيضاوي. بدا أمامية وسط الميدان، ياسين كحال، إبراهيم البحري، سديدة كانت خطيرة وتدخل عقيد ولكن ما كانتش بالقوة. فابريس أونداما، الكرة الآن تماس. نحن الآن في حدود الدقيقة 50 نتابع هذه المحاولة. إبراهيم البحري سدد ولكن السديدة كانت ضعيفة. العطوشي في اتجاه يوسف رابح لمراد المسن. كرة أمامية يوسف رابح، مراد المسن، إيفونا، تعود الآن ياسين كحال، ياسين كحال يبحث عن تسديد، يغير اتجاه الكرة باتجاه نبيل الولجي، نبيل الولجي كيرفع الكرة، خطيرة هذه المحاولة، تعود الآن لمحمد بن رابح، ياسين كحال، ضائعة. طريقة بالسخرجة ممتاز لاعب مسلم، ضربة خطأ. افتتاح بوخريس كيتلقى ورقة صفراء. تابعوا الآن. ليفونا يصطاد ضربة خطأ. يمكن هذا الخطأ غادي يكون مؤثر. سنتابع الآن هذا المكان. سنتابع الآن ضربة خطأ، سنتابع ضربة خطأ، كانت ترفع كرة خطيرة ولكن كانت بعيدة على مرمى الحارس عصام بدا. مرت جانبا كرة أمامية، إبراهيم البحري، مراد فاطمة كيرفع الكرة، تدخل جيد للعطوشي، يوسف رابح، إبن رابح، خطأ تاع فريق الوداد البيضاوي. السرعة بالربح باتجاه العطوشي لنبيل الولجي لفابريس أونداما. الوراء تعود لنبيل الولجي، نبيل الولجي في اتجاه إيفونا ولكن أسمان داو المدرب جمس لم يقام بتغيير. أخرج أندرين دام ودخل
اللاعب بدر والحرون. تعود الآن مراد بفسان باتجاه ياسين كحالي يسدد، ولكن كرة فقط باتجاه عصام بدا. الرابع عنده ورقة صفراء، شاهدوا التسديدة الأخيرة ياسين كحل. إبراهيم البحري الآن يحاول اختراق مراد باطنة، تدخل يوسف رابح. يوسف رابح اتجاه إيفونا، تعود الآن في وسط الميدان هدي خليص، ايفونا بالرابح، ياسين كحل بالرابح، بالرابح كيرفع الكرة باتجاه ياسين كحل. جاريسي كيتمكن من خرج الكرة بطريقة جيدة، يوسف فقط لفابريسو داما. سعيد فتاح ولكن كانت تمريرة خاطئة، هي المحاولة اللي طالب على إدراها مراد باطنة أنه كانت هناك لمسة يد. تعود الآن خلاص تمريرة ولكن فقط لمراد المسن، مراد المسن لياسين كحل للأصباحي بالرابح. مراد المسن بالرابح للأصباحي، الأصباحي كيرفع كرة باتجاه إيفونا. تعود الآن يوسف، كل كرات كتكسر خارج مربع العمليات، وهذا اللي كيخلي بأنه المباراة ما كنشاهدوش فيها التدخلات ديال حارسي المرمى، وبالتالي الكرة لما كتوصلش لمربع العمليات طبيعي باش اننا ما نتابعوش الفرجة. كرة امامية، ضربة خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. نبيل الولجي ولكن التحقيق كانت حاضرة. نبيل الولجي الآن كرة أمامية ولكن فقط للاعبي فريق الفتح، كان واضح بأنها تماس غيمشي للاعبي فريق الفتح الرباطي. يتحول الآن لهجمة مضادة لصالح فريق الفتح الرباطي. كرة أمامية،
الحسن وتابع الان ضربه خطا. جماهير فريق الوداد التي تشجع مرة 15 دقيقة دائما صفر لمثلين. ياسير كحل الآن غير صائب مرتبط بالكرة. العودة السريعة ضربة خطأ لصاحب فريق الوداد البيضاوي. دخول خروج فهد كردود ودخول فوزير محمد. التغيير هو يلعب ورقة الهجوم. ياسين حل كيرفع الكرة خروج موفق لعصام بدا باتجاه بوزير العطوشي ويتمكن من الحصول على تماس. الحارس عقيل يوسف رابح يرفع الكرة اتجاه ياسين كحل. الضائعة من ياسين كحل ليوسف رابح. مباراة ملعوبة بشكل هادف وكأنه الطرفين ما تعنيهمش ثلاث نقاط. هذا ليس اعتقاد ولكن اللاعبين ما لاعبينش بواحد الريتم مرتفع. اذا ينطلق فابريس اونداما ولكن دائما محاصرة. فابريس اونداما هذو هو الكرة اللي كيفضل ولكن لحد الان فابريس ما مطلوبش امامه مساحات. اذا المدرب جمال سلامي قام بتغييرين في حين الشهيد مصطفى لم يقم بأي تغيير. كرة أمامية الآن في اتجاه فابريس أونداما. فابريس أونداما لكن محاصر بلاعبين ما عندوش مساحة. فابريس ما كاينش ضربة خطأ كيقول الحكم. يطلب مواصلة اللقاء. هجمة مضادة سريعة إبراهيم البحري ومراد المسن. مراد المسن كيتمكن باش انه يحصل على خطا بسرعه. الان ياسين كحل اماميه في اتجاه نبيل ولجي. نبيل ولجي لفابريس اونداما. فابريس اونداما لنبيل ولجي وضربه مرمى. الحكم كان قريب واعلن عن ضربة مرمى. اذا الان في حدود الدقيقة 65 نذكر بنتائج الجولة 19. الكوكب المراكشي 3 نقاط من ذهب امام حسنية اكادير. المغرب التطواني كذلك 3 نقاط من ذهب امام الجمعية السنوية. والتعادل لا غالب ولا مغلوب في مباراة نهضة بركان والنادي القنيطري. في حين وداد باس يعود بثلاث نقاط ثمينة في عز الأزمة. ثلاث نقاط من قلب مدينة أسفي. ماذا يحصل لفريق أولمبيك أسفي؟ هذه رغبة عروبية جيدة. لحد الآن فريق أولمبيك أسفي في مرحلة العودة يفتح
يلتقي بنغمة الانتصارات، وبالتالي ما زال القادم في حين أجلت مباريات كل من الدفاع الحسني الجديدي والرجاء البيضاوي، وكذلك المغرب الفاسي الذي لم يكن موفق في رحلته الإفريقية الهزيمة ب3-0. وتبين بأنه فريق المغرب الفاسي ما زال يعيش على إيقاع التصدعات وإيقاع النتائج الغير الموفقة. الكرة الآن أمامية، افتتاح بوخريس، خليس الآن كرة أمامية ويوسف رابح، عطوشي نبيل الولجي أمامية لفابريس أونداما، الأصباحي مراد المسن للعطوشي، الآن أصبحت زيادة عددية في عدد مهاجمي فريق الفتح الرباطي، وهذا اللي خلق كذلك متاعب في خط وسط ميدان فريق الوداد. الآن أصبحوا لاعبي فريق الوداد غير قادرين باش أنهم يمروا الكرة من خط وسط الميدان. نبيل الولجي، كرة أمامية لفابريس أونداما في اتجاه إيفونا، سنتابع الآن ضربة خطأ، يوسف رابح، كرة أمامية للأصباحي، سنتابع الآن ضربة خطأ، بالرابح يرفع الكرة، كانت محاولة ضربة نصف هوائية للعطوشي، تعود الآن لأونداما، أونداما الآن شنو غادي يعمل؟ يحاول أنه يراوغ، أونداما كيمرر ولكن فقط للحارس عصام بدا. حتى الآن نتابع تدخلات مؤثرة لا للحارس عقيد ولا عصام بدا، يمكن أقول بأنه هذه المباراة هي مباراة وسط الميدان، ما كاينش فيها محاولة حقيقية للتسجيل. تشاهد الآن العطوشي حاول ضربة نصف هوائية ولكن ما تمكنش من التركيز بعد ما كان عنده احتكاك مع بدري مرابط، لكن احتكاك في إطار قانوني. تعود الآن للرابح لمراد المسن، مراد المسن إيفونا، ولكن إيفونا حد الآن يمكن تقول بأنه ما قدمش قناعات في الخط الأمامي للاعبي فريق الوداد البيضاء. إذا عصام بدا حد الآن، لا الحارس عصام بدا ولا عقيد، هما الآن في شبه راحة. نحن الآن في الدقيقة 68، إبراهيم البحدي أمامية الجاريسي، ولكن فقط ليوسف رابح، والحكم يقول ضربة مرمى. Yeah.
أمي ولكن فقط لضربة مرمى. واصل في غياب الإقناع من الطرفين دائما سفر لمثل مراد المسن في اتجاه ياسين الحال ورقتي ضائعة يوسف لفوزير أمامية والعطوشي عبد الكريم ورابيط الآن سترجع من فتاح ولكن تعود بسرعة للعب فريق الفتح الرباطي شاريسي أليس تدخل يوسف رابح لبن رابح رجع جيد فرصة مراد بطنا مراد بطنا هذوما المحاولات اللي كيبحث عليهم هذه يمكن نعتبروها أبرز محاولة إبراهيم البحري هي مراد بطنا ومرت جانبا بمترات قليلة عن مرمى الحارس عقيد كرة الآن أمامية تعود الآن ليوسف رابح نبيل ولجي ضائعة كرة أمامية إبراهيم البحري وتدخل يوسف رابح لإيفونا إيفونا كيرفع الكرة ولكن فقط لمدافعي فريق كاين هناك تغيير في المراكز ما بين إيفونا وفابريس أونداما عطوشي الأصباحي الآن لكن التغطية كانت حاضرة من مهدي خليص لفوزير فوزير الآن فوزير وسط الميدان يوسف رابح يوسف رابح كاد أنه يرتكب خطأ المباراة بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي بدات كتحرك هذه المحاولة الأخيرة بالرابح أمامي الآن تدخل نبيل الولجي تعود الآن محاولة هذه كانت محاولة الهدف الآن فريق الفتح الرباطي أصبح هو الأكثر خطورة والأكثر تهديد قلت بأنه المدرب جمال سلامي قام بتغييرين في حين المدرب شهيد مصطفى لم يقم بأي تغيير نتابع مراد بطنا ضربة رأسية ليوسف وعقيد سنتابع الآن ضربة خطأ نعتقد زهيد غادي يستعد الدخول متابعة التسديدة ولكن
تتنفذ ضربة خطأ. فريق الفتح الرباطي في اللحظات أصبح مؤثر. الحكم كيطلب مواصلة اللعب، كاين احتجاج للاعب فريق الفتح. الحكم كان قريب ولم يعلن عن أي شيء. ياسين كحل، ياسين كحل الآن يبحث عن الأصباحي. سنتابع الآن ضربة خطأ. زهيد هل يكون مكان نبيل الولجي؟ لكن شاهد الولجي يشكو من بعض الآلام. تدخل يوسف رابح. ريتم آخر الآن فرضوا فريق الفتح الرباطي على فريق الوداد البيضاوي. تغيير اتجاه الكرة. إذا أعتقد هذه المحاولة اللي على أثرها طالب اللاعب باطنة بأن هناك ضربة جزاء، ولكن الحكم كان قريب ولم يعلن عن أي شيء. إذن زهيد اللاعب السابق لفريق النادي المكناسي واتحاد مرة. إذن بالفعل نبيل الولجي يغادر وسيدخل مكانه زهيد. زكريا زهيد العطوشي. دائما اقل من 13 دقيقة على نهاية المباراة. هل يكون المتغير والجديد؟ نتابع الآن هذه المحاولة. تماس الآن. ضربة خطأ لصالح سعيد فتاح. إذن ضربة خطأ. نقترب من 10 دقائق الأخيرة. دائما صفر لمثله. بالرباح. سنتابع الآن ضربة خطأ. محمد بن رباح كيرفع الكرة عالية. وتماس الآن. ياسين كحل. يوسف
لن يوسف رابح الآن. إذا العد العكسي لنهاية العشر دقائق تقترب من هاد المباراة. عقيد عقيد كيرفع الكرة، مراد المسن، فابريس أوداما، فابريس أوداما تعود الآن. كرة أمامية والتدخل الحارس عقيد. إذن ينفذ الآن التماس. مستوى جد متوسط لدى المباراة. حارس عقيد الآن. كرة أمامية. العطوشي، الأصبحي لزكريا زايد، بن رباح، مراد المسن، كرة أمامية في اتجاه فابريس. الرابح استرجع من ياسين الكحال الآن لزكريا زايد. سعيد فتاح في اتجاه مراد المسن. مراد المسن كيرفع كرة ولكن فقط لعصام بدا. تعود الآن في وسط الميدان عبد الكريم مرابط. بسرعة الآن لعبد الفتاح بوخريس. أقل من 7 دقائق. بالرباح ياسين الكحل. زايد سعيد فتاح. بن رباح الآن في وسط الميدان لإيفونا. إيفونا كرة كانت في اتجاه فابريس أوداما. مهدي خليص الآن لجاريسي ياسير. ياسير الكحل ضربة خطأ الآن لصالح فريق الفتح الرباطي. نحن الآن نقترب من حدود الدقيقة 85، يعني 5 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. لم تكن توقفات كثيرة وبالتالي
المباراة يمكن نقول مستوى دون المتوسط، لم تكن مقنعة من أي طرف، وبالتالي أعتقد بأنه التعادل هو منصف للطرفين، في حين أنه التعادل في واقع الأمر لا يخدم أي فريق على حساب النتائج المحققة. لم ترى فريق الكوكب المراكشي ولا كذلك من فريق المغرب التطواني. إيفون الآن لمسنكي يرفع كرة في اتجاه فابريس أونداما، فابريس أونداما يهيئ كرة ولكن تعود بسرعة، محاولة الآن تسديدة والعارضة كانت تسديدة خطيرة. أوي 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 بالرباح، بالرباح كاد أن يقلب الأمور رأسا على عقب. نشاهد العارضة نابت عن الحارس عصام بدا، العارضة نابت عن الحارس عصام بدا. إذن هذا المحاولة زعزعت استقرار فريق دفاع فريق الفتح الرباطي. ياسين الكحل، إذن كاد فريق الوداد، كاد فريق الوداد البيضاوي أن يحقق المفاجأة في آخر دقائق. إيفونا الآن، إيفونا فعل كل شيء، ولكن ضيع الأهم وهي اللمسة الأخيرة. إذن هذه المحاولة اللي احتج على إثرها المدرب شهيد مصطفى. إذن على العموم مباراة كانت فيها ندرة وشح من ناحية فرص الحقيقية للتسجيل، كانوا محاولتين خلال الجولة الثانية، ويمكن أقول بأنه محاولتين لفريق الوداد البيضاوي كانت تسديدة مرابحة تطمت بالقائمة العلوي، وإيفونا كان قريب من تحقيق الهدف ولكن دخول مروان سعدان وخروج يوسف. إذن سنتابع ونعيش دقيقتين ونصف ونترقب هل ستسفر من جديد. كرة عالية خطيرة خطيرة خطيرة، ممتاز الحارس عقيد، ممتاز الحارس عقيد، ارتطام قوي للحارس عقيد لأنه التدخل كان ديالو جيد بعد ما كانت كذلك تسديدة ممتازة للاعب فريق. تابعوا مراد باطنر رفع الكرة كانت عالية مباشرة في اتجاه المرمى. غتابعوا حارس عقيد، تابعوا الآن مراد باطنا أرفع كرة وارتطام قوي للحارس عقيد، يمكن نقول بأنه تدخله كان جيد. سنتابع الآن، سنتابع ركنية، ركنية أعتقد ثلاث دقائق كوقت بدل ضائع. إذن سنتابع بالفعل كان تدخل قوي في حق يوسف رابح،
إذن ماذا سيكون قرار الحكم؟ ماذا سيكون قرار الحكم؟ ماذا سيكون قرار الحكم في حق اللاعب أسمنداو؟ إذن ماذا سيكون قرار الحكم؟ الورقة الحمراء. إذن الورقة الحمراء اللي أسمنداو بعد التدخلات المجانية ما كتكونش في خدمة الفريق. إذن أسمنداو لا داعي لتضييع الوقت الآن. ماس أسمنداو كيطلب دخول حتى مساعد المدرب المساعد فريق الفتح الرباطي الخلفي لإجبار أسمنداو على الخروج. إذن على العموم تمنوا بأنه أسمنداو لأنه هذا الشيء ما غاديش يخدم مصلحة فريق. على العموم قرار حكم اتخذ. إذن على العموم سنتابع الركنية 3 دقائق كوقت بدل ضائع. فوزير الآن فوزير وركنية. فوزير الآن مراد باطنا والركنية الثالثة على التوالي. الحق الآن سنتابع آخر اللحظات من هذا المباراة. تدخل الحارس عقيد في اتجاه إيفونا. إيفونا الآن شنو غيعمل إيفونا؟ وتماس تدخل كان جيد لعبد كريم المرابط. محاولة الآن وعد تفتح بوخريس. زهيد الآن زهيد خروج كان موفق لعصام بدا. تدخل كان جيد مثل هذه اللحظات خصوصا بانه نقص العددي. والحكم السيد بوليفا ينهي هاد المباراه بالتعادل السلبي 0-0. مباراه يمكن اقول بانها كانت دون المتوسط. لم نتابع مباراه كبيره وبالتالي كان مستوى دون المتوسط. مباراه شهدت فرص قليله من التسجيل ولكن شهدت طرد اللاعب أسمنداو في اخر اللحظات. اذا اشكر زملائي عن وحده زاويتنا زويتن الذين امنوا لكم النقل المباشر ملعب الامير مولاي الحسن. كان معكم زميلي سمير الرجاني في الاخراج وفي التعليق عبد الصمد والشيبة. أضرب لكم موعدا في مناسبة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفريقيا الاختيار الصائب. أحلامكم عزيمتكم.